القبائل الأمازيغية توطنت في واحد سيوة من قديم الأزل في عالم أثري اسمه أحمد فخري بيرجح أو بيرشح أن واحد سيوة أهلة بالسكان من العصر الحجري، وبعد كده القبائل انضمت مع الحضارة الفرعونية، وبعد كده انضمت مع الحضارة الرومانية، وبعد كده استمرت في العصر الحديث أو العصر الإسلامي أو العصر الحديث. ما فيش فرق ما بين الأمازيغ بتوع زمان والأمازيغ بتوع زمان ده الزمان الحالي يعني، لأن نفس العادات ونفس التقاليد ونفس المراسم ونفس كل حاجة هي هي، إلا إذا بعض زي بقول لك هي الحضارات كلها في الحياة كلها بتنسهر مع بعض في الناس الوافدة الجديد، فبتعمل زي عملية انصهار مع المجتمع الأمازيغي. أي نعم بيحصل شوية تغيير بسيط، لكن بشكل أساسي العادات والتقاليد هي هي لغاية الوقت الحالي. عيد الصلح أو عيد الحصاد أو عيد السياحة بالسيو نقول عليه، ده بيقام في شهر أكتوبر من الليالي القمرية كل سنة عند جبل دكرور اللي احنا شايفينه من هنا. العيد ده عبارة عن كل أهالي سيوة بيجتمعوا فيه ثلاث ليالي أو ثلاث أيام، بيمارسوا طقوس وطقوس أذكار صوفية وأكل وشرب مع بعض، بيبقى فيه وليمة بتتعمل بشكل كبير جدا حتى يطلق عليها ان اكبر وليمه في العالم. فالسيوين بيقعدوا ثلاث ايام مع بعض، واخر يوم بياخدوا بعضهم من جبل دكرور بيرجعوا لاهاليهم او للبيوت بتاعتهم تاني. يعني هو كان في الاول في بعض الخلافات جوه الواحه، وجه واحد صالح قرب المسافات ما بينهم وعمل صلح، وعلى من هذا التاريخ بداوا يحضروا مع بعض عيد الصلح ده بشكل سنوي. الأمازيغ في سيوة، كلمة الأمازيغ أصلاً لوحدها يعني إنسان حر. إحنا جينا من شمال أفريقيا بعد الجفاف اللي حصل في الشمال، بقوا الأمازيغ كلهم بقوا ترحال في مناطق كتيرة، فالأمازيغ بيكونوا من شمال أفريقيا لغاية بوركانو فاسو وبتنتهي في سيوة هنا. والأمازيغ لها 22 لهجة مش لهجة واحدة، واحنا بنتكلم اللهجة الأفرط سيوت من اللغة الأمازيغية، لكن بنفهم اللهجات التانية لأن الاختلاف بيبقى في كلمات بسيطة مش في اللغة كلها. الشيخ النخز مير لسطيع مش نيهن سين النخز مير بسوك الشيخ النخز وارنا. ديانتهم هم محتفظين بعد دخول الإسلام، محتفظين بديانة واحدة. كل الأمازيغ اللي في العالم احتفظوا بديانة الإسلام، ما فيش حد غير من أي حاجة. الفرح بتاعنا بيبقى عبارة عن 5 أيام، بس دلوقتي تقلص بقى 3 بس، وزمان كان 7. كل أصحابه بيجوا يشتغلوا، مش بيبقى ضيوف إن احنا نروح الفرح ونقعد وخلاص، لا بنروح نشتغل ونعمل حاجات كتير عشان ضيوف الناس الغريبة لما تيجي من مثلا من مطروح أو من اسكندرية أو من القاهرة أو الناس البعيدة مش قرايبنا تيجي، بتلاقي كل حاجة جاهزة ومتجهزة، بيبقوا عن طريق الصحاب اللي هم بيشتغلوا. قررنا انا واختي نعمل مكان، قلنا له لوالدي هنجيب بنات تشتغل معانا، هنعلمها تشتغل وتخرج وتطلع وهيشوفوا الدنيا. يعني لازم البنت ليها كمان حق في الدنيا، تشتغل وتطلع وتخرج ليها حياه. انا عندي 25 سنه ولسه عايزه اكمل في شغلي، لسه صغيره. المراه السويه الامازيغيه دي بنعتبرها اميره او ملكه فعلا. عندنا بعض الحاجات الطقوس ما فيهاش تغيير، احنا عندنا مثلا إهانة المرأة وضربها ده عندنا يعني يعتبر من الجرائم، ما بيعملهاش إلا واحد مشين يعني. أزياء واحد سيوة أو الأمازيغ لنا طابع معين برضو في الزي. عندنا بالنسبة للراجل التوب وفي السديري وفي اللحاف. بالنسبة في فئة معينة للشباب زمان اسمهم الزقالة، كانوا بيلبسوا حاجة اسمها الجبت بيتعمل بصوف الغنم الأصلي. بالنسبة للسيدات عندهم الأزياء بتاعتهم الخاصة، عندنا مثلا التوب اسمه الشراح، ده الشهير اللي هو توب الفرح.